ليقم الله ويتبدد جميع أعدائه ويهرب مبغضوه من أمامه. بقلوب مفعمة برجاء القيامة التأمت أسرة الكنائس البيتجلية، الكنيسة الأرثوذكسية الكاثوليكية والكنيسة اللوثرية في قاعة كنيسة العذراء الأرثوذكسية للاحتفاء بأحد القيامة الذي تزامن هذا العام في وقت واحد، حيث كان في استقبال كهنة الرعاية الكاثوليكية واللوثرية قدس الأب الأرشمندريت ناركيسوس رئيس دير الكنيسة الأرثوذكسية والكهنة والراهبات والمؤسسات، حيث رحب الأب يوسف الهودلي بالجميع شاكراً حضور جهاز الشرطة على دورهم الفاعل في الحفاظ على أمن المدينة وسير جميع الاحتفالات التقليدية بشكل مميز هذا العام. المسيح قام إن شاء الله العيد السنة هذا بيكون بتجيب يسوع المسيح السلام في العالم في البلاد نحن اللي إحنا في حروب حوالينا وفي قلوبنا وشكرا كثير. علشان هيك نتقدم للجميع بهذا العيد بفرح القيامة وبنقولهم المسيح قام. هذه النشيد النصر، نشيد الانتصار على الجحيم وعلى الموت. وبعدها تحدث الأب أكثم إحجازين كاهن رعية سيدة البشارة للاتين عن المعاني الروحية للفصح وأهمية عيش الكلمة. نشكر الله ونتمنى إنه الأعياد كمان السنين القادمة تكون أعياد موحدة في الزمان، لأنه أساساً هي موحدة بالإيمان، إيمان بالمسيح الواحد المسيح القائم المسيح الممجد ولأجل خلاصنا. فهذا العام عام ممتاز جيد، لأنه حسب التقاليد الغربية والشرقية قد وقع في نفس الآن جمعة مباركة، كانت أعياد ممتازة، سبت نور احتفلنا فيه على مستوى البلد وعلى مستوى الوطن، كان من أجمل الحلة اللي لبستها فلسطين في هذا السنة، وطبعا قيامة الجميع وقيامة كل الكنائس في هذا العيد بأجمل ما عندها من تراتيل قيامية، تراتيل بهجة لحتى نستقبل الملك الضافر من بين الأموات، وكل عام وانتم بخير. إن شاء الله في المستقبل يتم اتحاد الكنائس، نصبح كنيسة واحدة رسولية لجميع أنحاء العالم، ونشكر نور سات. طبعا احنا بالمناسبة السعيدة هاي بنهنئ كل الطوائف المسيحية في المحافظة هان، وبالذات كمان في مدينة بيت جالة بعيد الفصح المجيد وبسبت النور. كثير كنا مبسوطين وفرحانين، اول شيء لانه العيد اجى مره عيد واحد لكل الطوائف، وهذا بيسعدنا كثير وبيحسسنا بالفعل بالعيد انه احنا رعيه واحده ومسيحيين واحد، يعني مسيحيين متوحدين كما المسيح واحد، وان شاء الله يكون كل سنه هيك ونكون متوحدين ونعيد عيد واحد بقيامة ربنا يسوع المسيح له المجد. تلا ذلك كلمة مقتضبة للقس صليبة رشماوي راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية مهنئاً الجميع بهذه المناسبة السعيدة. فهي السنة كانت سنة بالحقيقة مميزة، نشكر ربنا لأجلها، والأهم أنه كل سنة نتذكر أنه موت المسيح لا يعني الموت، لأن يتبع الموت قيامة، فبقيامة يقيمنا ويعطينا حياة جديدة. ومن ثم تبادل الجميع التهاني في جو من الألفة والمحبة. للنورسات مارلين الحدوة، بيت جاله.